بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي ومحبي الكرة الطايرة في كل مكان، أحييكم لنتابع معا مباراة قمة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطايرة بلاي أوف أو بيست أوف 3. وإن شاء الله يكون معكم الدكتور مروان صالح لنتابع هذا اللقاء. شكرا للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن إنجي حمدي وكابتن كريم جمعة، ونواصل هذا اللقاء. وعلى إيدك اليمين النادي الأهلي بزيه الأحمر ونادي الزمالك بزيه الغير معهود، يعني فلنات أسود في أزرق. وهنقول تشكيل النادي الأهلي أمام حضراتكم. رقم 22 البرتريكية كارينا إيكاسو، وآية الشامي رقم 1، ومعدة الفريق هقول لحضراتكم أمام حضراتكم الفريقين. من هيدير هذا اللقاء الكابتن ناصر حمدي ويعاونه منى مكاوي. ونقول أسماء فريق النادي الأهلي، هنقول لحضراتكم رقم 14 مي غزال، ودعاء محمد رقم 20، ليبرو الفريق ندى وليد رقم 2، وادي الكابتن ناصر حمدي بيدي إشارة البدء لإذانا بأول إرسال في هذا لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطايرة للسيدات. وادي كورة كده ملعوبة من البرتريكية المحترفة كارينا إيكاسو، والنقطة الأولى وأمام حضراتكم أهو، أهي رقم 22، وبتيجي في ليبرو نادي الزمالك رقم 7 أيصل نديم، وتبقى نقطة للنادي الأهلي. على الإرسال دعاء، دعاء محمد هتلعب الإرسال، إرسال من أعلى، استقبال مرة تانية ومحاولة من ليبرو النادي الأهلي مرة تانية، وكورة خارج الملعب ونقطة لنادي الزمالك. إرسال مع نادي الزمالك 1-1، الإرسال مع رقم 12 من نادي الزمالك فريد العسقلاني، إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال 22، وادي دعاء بتعد مرة تانية وخارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي، ويتقدم النادي الأهلي 2-1. الزمالك أهو كرة خارج الملعب، لاعبات النادي الأهلي بيحتفلنا بالنقطة. آية الشامي رقم 1، طبعا الاخطبوط بتاع النادي الاهلي مي غزال 14 على الارسال. مي غزال يلا يا غزال، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي والفوز بهذا اللقاء. ومعانا جارسيا طبعا المحترفه جارسيا رقم 11، وفي خطا على لاعبات النادي الاهلي ونقطه التعادل لنادي الزمالك 2-2. اهو في حائط صد ولكن ما كانش في تغطيه على الضارب من رقم 22 من كارينا، ما كانش في تغطيه عليها، فنقطه لنادي الزمالك. الارسال استقبال اعداد وضربه ساحقه من نادي الاهلي من ايه الشامي، ومحاوله مره ثانيه ولكن في كده قتال شرس ومحاولات من لاعبات النادي الاهلي لايقاف هجوم نادي الزمالك. وهنا في كره عدت كده من جارسيا رقم 5، والنقطه الثالثه لنادي الزمالك، اعداد ومحاوله من دعاء رقم 20 محمد، والارسال الخلفي والضرب الخلفي، ومحاوله مره ثانيه من كارينا وفعلا جابت نقطه التعادل كارينا إيكاسو، ونقطة التعادل والإرسال ينتقل إلى النادي الأهلي. دعاء الغباشي رقم 4 على الإرسال أعتقد، دعاء الغباشي ولا ده آية الشامي اللي لعبت الإرسال مرة تانية، ولكن نقطة لنادي الزمالك. نخلي بالنا
من الكرات البليسنج اهي، كوره ملعوبه بليسنج فوق حائط الصد. وطبعا لازم يا جماعه لازم نخلي بالنا من التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب، مهمين جدا لاكتساب النقاط المباشره لصالح الفريق. الارسال مع نادي الزمالك 4 الزمالك 3 الاهلي، مريم متولي طبعا لاعبه الاهلي السابقه. ارسال من اعلى مع الوزن، طبعا الاهلي ابطال الدوري وابطال الكاس السابقين، الاهلي طبعا ملوك الصالات وابطال ابطال بطولات كثيره وافريقيا ايضا وعرب، فبطل يعني فريق الكره الطايره. بنذكرنا او بنذكركم بلاعبات النادي الاهلي السابقات، منهم تهاني حسن، منهم منى عبد الكريم، منهم تهاني توسن ومنى عبد الكريم ومريم عدلي، واسماء كتير قوي 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 قوي، ونخاف نتكلم على حد وننسى كل اي حد من لاعبات النادي الاهلي اللي كانوا بيشرفنا في بطولات افريقيا وبطولات العالم والاولمبياد. نقطه للنادي الزمالك والمباراه او الشوط الاول ماشي نقطه نقطه. 5 الزمالك 4 الاهلي، وعلى الارسال الزمالك ارسال من اعلى ما بيعديش، يلا نقطه نقطه التعادل. هي ايه الشامي بتشجع زمايلها صفتها من اكبر لاعبات الفريق او كابتن الفريق. ارسال مع جارسيا رقم 5 البورتوريكيه المحترفه ديانا رايس من بورتوريكا. استقبال اعداد وضرب ساحق وخارج الملعب، خارج الملعب. النقطة السادسة للنادي الأهلي، طبعا الكابتن حمد الصافي بيشاور على كرة انها اوت امام حضراتكم في الصورة في الإعادة، هي باينة هي بس مش هتبان هي في الإعادة، هو رفع ايديه انها كرة بره اوت. حمد الصافي مدير فني لاعب النادي الأهلي السابق، طبعا لعب سنين كتير ومعاه ياسر صلاح مدرب عام واحمد عبد الفتاح مدرب وإيهاب عبد المنعم مدير إداري والدكتور هدير وحيد طبيبة الدكتور منه الله عادل علاج طبيعي والدكتور رانيا عبد العزيز. والتعادل 6-6 اهو، دي ضربه ساحقه وحائط صد ولكن خارج الملعب. ونقطه التعادل لنادي الزمالك رقم 18 من الزمالك دانا شوقي لاعبه الاهلي السابقه معده النادي الزمالك. وارسال من اعلى استقبال اعداد هناك من ايه، ومحاولة مرة تانية من لاعبات الأهلي لصد الهجوم الزملكاوي. أهو أمام حضراتكم ضرب خلفي من كارينا وبتجيب نقطة، نقطة التقدم 7 كارين 7 الأهلي 6 الزمالك. أهي ضرب خلفي، طبعا هي لازم الضرب الخلفي لازم يكون فيه مواصفات إن هو يضرب أسفل الحافة العليا للشبكة عشان ما تتحسبش عليه ضارب خلفي. رايحة 20 دعاء محمد على الإرسال. أي دعاء محمد لاعبة النادي الأهلي. دعاء هتلعب الإرسال من أعلى، استقبال نادي الزمالك خارج الملعب يا دعاء، نخلي بالنا يا جماعة، خلي بالنا. الإرسال مع نادي الزمالك. لاعبة نادي الزمالك البرازيلية ميليكا رقم 5 محترفة في صفوف نادي الزمالك. إرسال من أعلى استقبال خارج الملعب، محدش أحسن من حد، إحنا بنضيع وهم بيضيعوا 7-7. إرسال مع النادي الأهلي 4 دعاء الغباشي. إرسال استقبال اعداد من رقم 18 لاعبة نادي الزمالك دانا شوقي، ومحاولة مرة تانية خارج الملعب. ونقطة لنادي الزمالك 8-8، وفي صفارة كده عمالة تضرب من الحكم الثالث او الحكم المسجل. والتعادل 8-8، والارسال مع نادي الزمالك. ادي ايه الشامي وادي دعاء محمد.
استقبال من اعلى، اعداد ايه، وضربه ساحقه من كارينا من الدفاع. بص اهو ده بقى التغطيه على حاطسه والتغطيه على الضربه. مره تانية كارينا بتضرب، يا ولد يا ولد تسلم ايديك يا كارينا. والنقطه التاسعه، النقطه التاسعه للنادي الاهلي، تسعه الاهلي اهي. كارينا طالعه وضربه قويه وتيجي في ايد فريده عسقلاني وبتبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. الارسال، نسينا نقول لكم ان دي صاله الالعاب الرياضيه، صاله الشباب الرياضه بمدينه 6 اكتوبر، غير صاله الدكتور حسن مصطفى طبعا. لك مجمع هايل، وفي طبعا البلاي اوف، وفي الفيديو، وفي صالات فرعيه بيتدربوا عليها من ضمن المجمع الصالات بتاع الدكتور حسن مصطفى للالعاب الرياضيه. وادي نقطه، نقطه التعادل 9-9، تسعة الأهلي وتسعة الزمالك. والإرسال مع الزمالك، رقم 10 من الزمالك، مايا ممدوح برضو لاعبة النادي الأهلي السابقة. استقبال، إعداد، آية، وضربة ساحقة من كارينا خارج الملعب، خارج الملعب. أعتقد إن في كلام داخل الملعب حسب التاتش، تاتش بلوك. ونقطة للنادي الأهلي، 10 الاهلي وتسعة الزمالك. الارسال مع ايه الشامي، تلعب ارسال من اعلى اخطبوط النادي الاهلي، ومحاوله مره ثانيه دعاء، اعداد من نقطه من كارينا كاسو. والنقطه 11، 11 الاهلي، تسعة الزمالك، وفرقنا نقطتين اهو. يلا يا بنات نلعب احسن عشان نفوز بهذا الشوط، يبقى دفع معنوية للشوط الثاني. آية الشامي بنت الكابتن حمدي الشامي مدرب نادي الشمس والسابق، وأختها طبعا إنجي حمدي لاعبة النادي الأهلي ونادي الشمس السابقة، اللي موجودة من ضمن محللين المباراة مع كابتن هيثم السعيد وكابتن كريم جمعة. نقطة للنادي الأهلي، محاولة إيه؟ وحائط صد، ونقطة اهي للنادي الأهلي، نقطة 12، 12 الأهلي، 9 الزمالك، وثلاث نقاط فارق. يلا يلا يا آية أخطبوط، يلا يا أخطبوط. كابتن آية على الإرسال، كابتن النادي الأهلي إرسال، استقبال من الزمالك ومحاولة ضرب خلفي وبتيجي في الشبكة. والنقطة 13، النادي الأهلي 13، 9 الزمالك. الارسال مع آية الشامي، وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك، مع اكرم هيكل مدرب عام، ومحمد انور مدرب مساعد، وهبه محمد اداري، وشادي فهيب محلل تقني، والدكتوره سميه ناجح علاج طبيعي، والدكتور بلاد وتود معد بدني. ادي الكابتن حمدي الصافي وجهازه الفني، كابتن ياسر صلاح ومعاونيه واحمد عبد الفتاح ورانيا عبد العزيز وهدير وحيد ومنة الله عادل وسامح وشريهان سامح طبعا اخت نهال سامح، نهله سامح اللي رقم 8 اللي هي طبعا في مركز 4 ضريبه، ودي اختها محلل تقني، ومعاهم وليد عصمت اداري الفريق. ايه الشامل اخطبوط على الارسال، يلا يا ايه، ايه تلعب ارسال من اعلى، تحفظ وترقب من لاعبات نادي الزمالك. استقبال، اعداد من دانا، ومحاوله مره ثانيه وحائط الصد، ولكن برضه قلنا التغطيه على حائط الصد، خلي بالنا من التغطيه على حائط الصد. النقطه العاشره النادي الزمالك، 13 الاهلي، رايحه رقم 4 من نادي الزمالك مريم متولي، كانت لاعبه النادي الاهلي السابقه ايضا. هو الاهلي ساب 4 لاعبات راحوا نادي الزمالك، مريم متولي، مايا ممدوح، فريده عسقلاني، دانا شوقي، ومعاهم طبعا مريم مصطفى اللي هي ليبرو، بس هي مصابه وعندها وتر اكيلس ومش موجوده في الفريق. مريم متولي، والنتيجه 11 الزمالك 13 الاهلي. على الارسال، استقبال، دعاء، ومحاولة من جراسيا وضرب ساحق مرة تانية، وكماليكا
من نادي الزمالك بتضرب وتضرب مره ثانيه، ولكن نخلي بالنا يا بنات من حائط الصد ونطلع ونسد الزاويه ونقفل الزاويه عشان ناخد نقطه. كده فارق نقطه واحده، كنا فارقين 3-4 نقاط، ولكن ما يجراش حاجه، لازم نخلي بالنا ونصلح الاخطاء ونلعب عشان ادي وقت مستقطع طلبه الكابتن حمدي الصافي. طبعا 3 نقاط ورا بعض من 9 لـ 12، ونتيجه تقدم النادي الاهلي برضو ما زلنا متقدمين 13-12. وادي الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك ومجهزه المعاون، وادي النادي الاهلي اهو كابتن حمدي الصافي وجهازه المعاون، وطبعا هو اداهم التعليمات نادي الاهلي 13-12 للزمالك، والارسال مع النادي الزمالك مريم متولي رقم 4 على الارسال. دي ليبرو النادي الاهلي ندى وليد رقم 2 كانت امام حضراتكم. ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد هناك ضربه ساحقه خلفيه من ايا الشامي. مره ثانيه نادي الاهلي حائط صد جميل زوجي من دعاء محمد وجارسيا، وادي كارينا بتضرب من مركز 4 وبتجيب نقطه، نقطه التقدم 14 الاهلي 12 الزمالك. اهي في الاعاده باينه خالص، ضربه وبتضرب في المكان الفاضي اللي تجيب نقطه سهله للنادي الاهلي. كلام كده بين اللاعبات، وفي كابتن ممنونه مكاوي بتدي تعليماتها للاعبات النادي الاهلي. ادي جارشا كارينا اكاسو رقم 22 على الارسال من بورتوريكو. ادي ارسال خارج الملعب، خارج الملعب يا كارينا، احنا مش عايزين نضيع ارسالات يا جماعه، الارسالات دي بتزود نقاط. في تغيير لنادي الزمالك رقم 11 داخله، رقم 11 اللي هي سابين حسن عابد. هتلعب ارسال استقبال النادي الاهلي، اعداد دعاء ومحاوله من جارسيا رقم 11 رقم 5، استقبال تاني من ندى وليد، اعداد دعاء. يا جماعه نخلي بالنا من التغطيه، قلنا دايما الضارب لازم نغطي عليه، اهي خلي بالنا، بص اهي طالعه دعاء الغباشي وضربه جت في حائط الصد، لازم يبقى ما يبقاش الخلف حائط الصد او خلف الضارب او اللي هيلم وراه ما يبقاش لازق جنبه على طول عشان ما يعوروش او عشان بيعرف يستقبل الكره من خلف. نقطه النادي الزمالك، نقطه 13 و14 الاهلي. استقبال النادي الاهلي وحش من رقم 11 من الاهلي ساره امين، ساره امين، ساره نزلت مكان مي غزال تقريبا اعتقد، وحشة الاستقبال، وحش والتعادل والتقدم لنادي الزمالك 15-14 النادي الاهلي. ارسال نادي الزمالك، استقبال وحش من ندى وليد، اعداد يلا يا سكارينا، بتعدي كرة ومحاولة وخارج الملعب، ونقطة التعادل للنادي الاهلي. يا جماعة احنا كنا فارقين 3-4 نقاط، يلا يلا نلعب بقى وناخد ارسال، خدنا الارسال اهو، نلعب بقى نلعب. في تغيير اهو 16 نازله اللي هي من النادي الاهلي ايه خالد مكان جارسيا اللي هي استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه وحائط صد ناجح من مي غزال وساره امين، ونقطه للنادي الاهلي ونقطه نقطه التقدم 16 الاهلي 15 الزمالك، والارسال مع النادي الاهلي. ايه خالد رقم 16 على الارسال،
آية هتلعب إرسال من أعلى، يلا يا آية ونزلها مكان جارسيا اللي هي رقم 5. هذه كده لا، نخلي بالنا بقى من الضرب يا جماعة في المكان الفاضي عشان ما نضيعش نقاط. كده 16-16، البنت مليكة طالعة من نادي الزمالك وضربة جاية في آية خالد. آية خالد ما خدتش الارتقاء وما خدتش الوضع التمام للوقوف لاستقبال الضرب الساحق. إرسال من نادي الزمالك، استقبال نادي الأهلي، إعداد ومي غزال. يا مي يا مي، الله عليك يا غزال. نقطة 17 أهي، مي طالعة من مركز 3 وضرب سريع وجابت النقطة 17. الماتش ماشي نقطة نقطة. تغيير أهي، رقم 15 نازلة من النادي الأهلي، مي ثروت مكان رقم 20 دعاء محمد. مريم ثروت معد الفريق ودعاء محمد معد الفريق برضه، وكان وفي غياب طبعا شروق فؤاد اللي هي معد الفريق، اكيد في اصابه ليها. مريم ثروت على الارسال، استقبال نادي الزمالك، اعداد وضربه ساحقه ودفاع عن الملعب من آية الشامي و11 ساره امين بتلعب الكوره ضعيفه، استقبال وضرب ساحق من نادي الزمالك، اعداد مره ثانيه من مريم ومحاوله ولكن ما كملتش الثلاثة. واحد صد ناجح، مي غزال وآية الشامي. يلا يا اخطبوط، يلا يا اخطبوط. 18 الأهلي، 16 الزمالك، فارق نقطتين. فرقنا اهو، يلا قلنا نفرق عشان ناخد الجيم ده. مريم ثروت على الإرسال رقم 15، إرسال من أعلى، استقبال من نادي الزمالك ومحاولة مرة تانية وإعداد خلفي ومي غزال ولكن وحشة وفور باس، ونقطة لنادي الزمالك النقطة 17. يراعى بهذا اللقاء تحكيميا الكابتن مجدي حافظ رئيس لجنة الحكام والكابتن عصام أنور رئيس لجنة المسابقات. أهي في الإعادة باينة خالص إن هي فور باس. الاستقبال من النادي الاهلي ومحاوله من مي غزال في السريع ونقطه، النقطه 19. يلا يلا نفرق بقى ونعدي ال 20 اهو. مي غزال اهو اهو، مليكه جريت عليها عشان تجيبها ولكن ما لحقتهاش. الارسال مع النادي الاهلي رقم 11 ساره امين، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد وضرب ساحق ومحاوله ولكن برضه مليكه بتضرب. يا جماعه نخلي بالنا من اللاعبه دي. لا دي مريم متولي، مريم متولي اللي ضربت الضربه دي. ارسال نادي الزمالك، فريده العسقلاني كانت لاعبه النادي الاهلي السابقه. وادي ويلا يا اخطبوط، لا لا نضرب، نقفل بقى زاويه الضرب عشان نجيب نقطة. تغيير اهو، نفس التغيير، دعاء داخلة رقم 20 وتخرج مريم ثروت اللي هي رقم 15 المعدة للفريق. إرسال استقبال النادي الأهلي، إعداد من مي غزال وكارينا بتضرب خارج الملعب. كارينا يا كارينا، نقفل يا جماعة، لسه في كورتين ضايعين ورا بعض. مرة آية الشامي ومرة كارينا، مرة يمين ومرة مركز 2 ومرة مركز 4، وزاوية الضرب لازم تتقفل عشان تيجي في ملعب الفريق المنافس نادي الزمالك. وقت مستقطع ل عفوا تقدم لنادي الزمالك 20 19 النادي الأهلي، و وقت مستقطع اكيد طلبه كابتن حمدي الصافي بعد ما كان متقدم اصبح متاخر بنقطه. تعليماته للاعبات، نخلي بالنا من حائط الصد ومن الضرب الساحق ونغطي كويس ونستقبل كويس الكره الاولى عشان نعمل جمله فنيه للحصول على نقطه مباشره.
وارسال مع نادي الزمالك. فريده عسقلاني على الارسال. ارسال من اعلى، استقبال نادي الاهلي. كارينا واعداد خلفي وآية الشامي. تسلم ايديك يا آية، تسلم ايدك يا آية. في تغيير اهو، جارسيا داخله رقم 5 وخارجه آية خالد رقم 16. والارسال مع النادي الاهلي 2020، التعادل. ارسال من اعلى، استقبال زملكاوي، اعداد ومحاوله الدفاع عن الملعب. مي غزال بتعد لآية الشامي. يلا يا آية، برافو برافو، تسلم ايديك يا آية. بص الاثنين، آية ومي غزال. آية رفعت، مي رفعت، وايه وآية بتضرب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا بنت. نقطة للنادي الاهلي، 21 الاهلي، 20 نادي الزمالك. وعلى الارسال مي غزال رقم 14، كليكيت تاني مرة. آية غزال، استقبال زملكاوي، اعداد وضرب ساحق من مريم متولي، وبتيجي في لاعبها وتبقى خارج الملعب، ونقطة لنادي الزمالك، نقطة التعادل. 21-21. الارسال مع النادي الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال اهلاوي، اعداد من ندى وليد، وضربه ساحقه من يا جماعه قلنا نخلي بالنا ما نكبسش كلنا على الشبكه، نخلي بالنا. بص رايحين كلنا ليه كده، نخلي بالنا، نخلي بالنا من حائط الصد والضارب، تغطيه على حائط الصد والضارب. دايما بنقول الكلمتين دول. 22 الزمالك، 21 الاهلي، استقبال اعداد هناك، ومحاوله من مركز 2 من آية الشامي، ونقطه التعادل. 22-22 اهي، آية الشامي طالعه، ومي غزال عدى الكره، دعاء محمد عدى الكره خلفي. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا آية. وعلى الارسال اهي آية الشامي، استقبال وحش وكورة ضايعة، ونقطة للنادي الأهلي. 23 الأهلي، 22 الزمالك، وما زال الإرسال مع النادي الأهلي. وقت مستقطع طلبه الكابتن أحمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك. 23 الأهلي، 22 الزمالك. أدي الكابتن حمدي الصافي وجهاز الفني ياسر صلاح وأحمد فتحي على مع اللاعبات، بيدي تعليماتهم. احمد عبد الفتاح تعليمات ما بين تعليمات ما في وقت مستقطع عشان النقاط اللي وقع منهم او عشان صح الاخطاء. والاهلي متقدم 23-22. والارسال مع آية الشامي، يلا يا آية، تسلم ايدك يا آية. ارسال من اعلى، وادي محاوله مره ثانيه من مريم متولي خارج الملعب، خارج الملعب. والنقطه 24 نقطه، وينتهي هذا الصوت لصالح النادي الاهلي. 24 الاهلي، 22 الزمالك. والضربه من مريم متولي خارج الملعب، وآية الشامي ما زالت على الارسال. والنقطه 24-22 الاهلي. يا آية، آية نقصر الارسال شويه. 24-23. والارسال مع الزمالك، مريم متولي على الارسال. 24 الاهلي، 23 الزمالك، استقبال نادي الاهلي، اعداد وضربه ساحقه من كارينا. يلا اعداد مره ثانيه من دعاء، وحائط صد، والنقطه 25-23. وينتهي الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 25-23. وطبعا استراحه ما بين الشوطين، ونعود لحضراتكم
مرة تانية في الشوط الثاني بإذن الله. مع حضراتكم من قناة النادي الأهلي مرة تانية نتابع مباراة الكرة الطايرة، قمة الكرة الطايرة للكرة الطايرة للسيدات بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في كأس مصر للبلاي أوف، أول مباراة في هذا النهائي، وهي على إيدك اليمين نادي الزمالك وعلى إيدك اليسار أهو لاعبات النادي الأهلي بالزي الأحمر. تشكيل النادي الأهلي هيبقى آية الشامي رقم 1، وندى وليد رقم 2 ليبرو الفريق، دعاء الغباشي رقم 4، ديانا ريس رقم 5 من بورتريكو محترفة، ومي غزال رقم 14، مي ريمثروت رقم 15، آية خالد 16، دعاء محمد رقم 20، ومن بورتريكو كارينا أكاسيو رقم 22. ادي الفريقين في ارض الملعب، وادي نادي الزمالك على ايدك اليمين نفس التشكيل اعتقد، مريم متولي ومليكة رقم محترفة وفريدة العسقلاني ودانيا شوقي وليبرو الفريق رقم 7 ايسل نديم امام حضراتكم، والارسال مع نادي الزمالك. الإرسال استقبال من النادي الأهلي، استقبال من ندى وليد، وإعداد من دعاء، وضربة ساحقة من أخطبوط النادي الأهلي، وفي استقبال قوي من نادي الزمالك، وحائط صد فردي من كارينا، والنقطة الأولى للنادي الأهلي. يلا يا شباب، واحد الأهلي لشيء الزمالك، وخدنا الشوط الأولاني بقى، يبقى دفعة معنوية للشوط الثاني إن شاء الله، ويكون شكلنا حلو. وناخد الشوط الثاني، يبقى خد لنا شوط ونفوز في المباراة الأولى. إرسال مع النادي الأهلي، استقبال زملكاوي وخلفي ومحاولة حائط الصد، وآية الشامي بتلعب، دعاء بتعد، ضرب خلفي مي غزال، ومرة تانية محاولة وسارة أمين، بسم الله ما شاء الله شالت الكورة، ولكن مي غزال كانت داخلة في الصدادة، ولكن نتيجة التعادل 1-1 دلوقتي. الإرسال مع الزمالك، استقبال النادي الاهلي ومحاوله كده لتعديه الكوره، وادي مره ثانيه وحائط صد، ولكن في دفاع كده على حائط الصد مره ثانيه الجراد، ونقطه لنادي الزمالك، خطا شبكه، لمس شبكه على النادي الاهلي، والنقطه الثانيه للنادي الزمالك، 2 الزمالك 1 الاهلي. نقطة للنادي الأهلي، النقطة الثانية والتعادل أهي شايفناها حضراتكم أهو، إعداد من دعاء وضربة من جارسيا وحائط الصد، ويبقى خطأ على نادي الزمالك ونقطة التعادل. ضربة ساحقة ومحاولة من ندى وليد، ولكن نقطة لنادي الزمالك. ثلاثة الزمالك 2 الأهلي، والإرسال مع نادي الزمالك، والاستقبال من النادي الأهلي، ومحاولة كده للتعادل، قلنا الجيم اللي فات كان ماشي نقطة نقطة، ولكن حائط صد جميل من المحترفتان جارسيا وكارينا، وبيجيبوا نقطة التعادل أهم، الاثنين طالعين أهو مع بعض. والإرسال مع النادي الأهلي، مستنية كورة جارسيا رقم 22،
كارينا على الارسال، كارينا تلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي ولكن خارج الملعب، خارج الملعب. اربعه الزمالك ثلاثه الاهلي. وعلى الارسال مريم متولي رقم اربعه. استقبال النادي الاهلي، اعداد وضرب خلفي من ايه الشامي خارج الملعب. يا ايه معلش يا اخطبوط، معلش المره دي. استقبال ندى وليد، اعداد دعاء وجارسيا بتضرب ولكن في استقبال جيد واعداد مره ثانيه ومحاوله من نادي الزمالك وضربه تيجي في ايد جارسيا وتنزل ملعب النادي الاهلي ونقطه، النقطه السادسه. سته الزمالك ثلاثه الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال الاهلي، مي غزال، اعداد دعاء، وهناك ساره امين رقم 11 بتضرب من مركز اربعه، وادي نقطه دربكه كده في ملعب نادي الزمالك، والنقطه الرابعه للنادي الاهلي اهو لعبتها دعاء ولعبتها كده على ندى على مريم متولي وجابت منها نقطه. ارسال جارسيا رقم خمسه على الارسال من بورتوريكو محترفة، استقبال خارج الملعب يا جماعة، وفي ايه في الارسالات؟ الارسال مع نادي الزمالك، سبعة الزمالك، أربعة الأهلي، 22 من نادي الزمالك، داليا المرشدي. لعبتها دعاء كده بليسنج كده عشان تجيب منها نقطة، دي لعبة المعدين. مرة تانية دعاء وبتضرب رقم 11 سارة أمين، ومحاولة كده، وادي سارة، وادي مي غزالة اهي، إعداد دعاء تاني وضرب خلفي من كارينا رقم 22 وبتجيب النقطة الخامسة للنادي الأهلي. أهي طلع وضرب خلفي وجابت نقطة، النقطة الخامسة، والإرسال مع النادي الأهلي. دعاء محمد على الإرسال رقم 20 معد الفريق. دعاء هتلعب إرسال قوي أهي، إرسال من أعلى، يلا يا دعاء، استقبال، إعداد وضرب ساحقة، وبرضه عدم التغطية على حائط الصد، برضه أفقدنا نقطة يا جماعة. 8 5 8 الزمالك، 5 الاهلي. نخلي بالنا، قلنا من حاجتين مهمين جدا، تغطيه على حائط السطح وتغطيه على الضارب، دايما نخلي بالنا لان الكره وارده هترد للملعب تاني. دفاع من ندى وليد ولكن خارج الملعب، هي كره قويه من ندى بس خدت في اتجاه تاني خالص، ونقطة لنادي الزمالك النقطة التاسعة. جريت عليها كارينا اهو بس ما لحقتهاش، خارج الملعب ونقطة لنادي الزمالك. الإرسال مع دانا شوقي. استقبال إعداد هناك لآية الشامي ونقطة، نقطة ضربة ساحقة قوية من مركز أربعة وبتجيب النقطة الستة. أهي طالعة، أهي بتضرب وتاخد وثب من حركة إيديها، في تغيير أهي نازلة رقم أربعة دعاء الغباشي مكان سارة أمين رقم 11 عشان الإرسال. دعاء الغباشي بتلعب، لعيبة منتخب مصر للشواطئ الكرة الطايرة، ومحاولة ونقطة يا جماعة، ما نسيبش الكورة حتى لو يعني حاسين إنها بره،
اهي ضربه، وندى وليد سابتها على اساس انها خارج الملعب، يعني رجعت ايديها ورا على اساس انها خارج الملعب. 10 الزمالك، 6 الاهلي. وعلى الارسال لاعيبه نادي الزمالك مليكة رقم 5، نقطة للنادي الأهلي، خطأ على لاعبات الزمالك. النقطة 7 أهي طالعة، في خطأ طبعا، خطأ شبكة، لمست الشبكة وهي طالعة تعمل حائط صد مالي المفلي. والإرسال مع مي غزال، يلا يلا يا مي، رقم 14، خارج الملعب خارج الملعب. الإرسال مع نادي الزمالك، 11 الزمالك، 7 الأهلي. إرسال من أعلى، استقبال الأهلي، إعداد من جارسيا، وآية الشافي بتضرب وبتجيب نقطة. أهي طلع وضربت وجابت نقطة داخل الملعب، داخل الملعب. 8 الأهلي، 11 الزمالك. آية الشامع على الإرسال، استقبال، إعداد، خلف، ضرب خلفي من نادي الزمالك، ولكن أهي طالعة مليكة أهي المحترفة البرازيلية دي، ومحاولة من ليبرو الفريق ندى وليد، ولكن الكرة وقعت أو أسقطت في ملعب النادي الأهلي. إرسال، استقبال من ندى وليد، اعداد دعاء، ومحاوله من كارينا لضرب الكره مره ثانيه، حائط صد برضه. يا جماعه نقفل الشبكه، الاثنين المحترفتان جارسيا وكارينا، ونقطه لنادي الزمالك، النقطه 13. اعتقد الكابتن حمدي الصافي هيطلب وقت مستقطع، لان النقاط وصل 5 نقاط اهو، زي ما انا قلت لحضراتكم في كلام كده للاعبات. نفس القصة كابتن أحمد فتحي بيدي تعليماته لنادي الزمالك، لاعبات نادي الزمالك. أدي الكابتن حمدي الصافي وجهازه الفني، وانتهت التعليمات بنهاية الوقت المستقطع اللي مدته 30 ثانية، ووقتين لكل مدرب، يعني 4 أوقات. كان في وقت مستقطع فني المباراة عند النقطة 8 والنقطة 15، ولكن تم إلغائها لسرعة التشويق في الكرة الطيبة. الإرسال مع نادي الزمالك، 13 الزمالك، الأهلي 8. استقبال، إعداد، دعاء، وضرب الساحق. يا جماعة نخلي بالنا، النقطة 14، 14 أهي طالعة، وكارينا طالعة بتضرب، ولكن مفيش تغطية عليها. معلش يلا نلعب نلعب، احنا لسه كسبانين شوط، والشوط ده لسه في فارق كتير عبال ما الشوط يخلص. نحاول ونلعب، وادي آية الشامي بتضرب، ومحاولة مرة تانية جارسيا، وبتعدي الكورة دعاء محمد أو بني غزال، ندى وليد دفاع عن الملعب، ودعاء الغباشي رقم 4، ما نفس الخطأ، حائط صد، وجه نزل في ملعب نادي الاهلي، ونقطه اهي طالعه اهي كارينا اهي حاطه الصد، ونزلت الكوره مره ثانيه، ونقطه للنادي الزمالك. 15 الزمالك، 8 الاهلي. متهيألي الكابتن حمدي ممكن يعمل تغييره دلوقتي او تغييرين عشان يعدل فقد النقاط اللي موجود في النادي الاهلي. وادي 9 لسه اهو بيدي تعليماته لدعاء المعده. كارينا على الارسال رقم 22 من النادي الاهلي، كارينا اكاسو من بورتوريكو، هتلعب ارسال من اعلى. ارسال من اعلى، استقبال، ومره ثانيه جارسيا بيجيب النقطة،
نقطة للنادي الأهلي، النقطة العشرة. قللنا الفارق يا أولاد، يلا. في حاجة كده نشوفها. في اعتراض من نادي الزمالك على الكرة اللي فاتت. كاسيو على الارسال، كارينا كاسيو رقم 22 من مونتريكو والمحترفه في النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال وحش كده من نادي الزمالك ومحاوله لرد الكره الى ملعب النادي الاهلي، وجارسيا بتلعب الكره ومحاوله مره ثانيه، ولكن ندى وليد الكره سقطت منها على الملعب او على ارضيه الملعب، ونقطه النادي الزمالك والنقطه 16. 16 الزمالك، 10 الاهلي. 16 الزمالك، 10 الاهلي. والارسال مع نادي الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد دعاء خلفي لجارسيا مره ثانيه. لاعبات نادي الزمالك بتلعب بليسنج كده، دانا شوقي مره ثانيه، وحائط صد خارج الملعب من النادي الاهلي. النقطه 17، والنقطه 17. في تغيير اهو، ندى زي ما قلت لحضراتكم، مريم ثروت نزلت مكان دعاء محمد المعده بتاعت الفريق اهو، وضربه ساحقه من جارسيا، والنقطه رقم 11 للنادي الاهلي. خرج الدعاء محمد ونزلت مريم ثروت رقم 15. ودي آية خالد كمان، آية خالد نزلت هتلعب. آية خالد الإرسال من أعلى، استقبال، إرسال قوي فعلا، استقبال، وادي محاولة لحائط الصد برضه، وهذا نفس الأخطاء، حائط الصد وخارج الملعب. 18 الزمالك، 11 الأهلي. تغيير كده لنادي الزمالك. رقم 11 سمين حسن عابد نزلت مكان داليا المرشدي، واعداده مره ثانيه النادي الاهلي، ومحاوله من ايه الشامي من دعاء مي غزال. مي غزال يلا يا مي اهي، لا ده دعاء الغباشي، سوري، دعاء الغباشي رقم 4، وطلعت من مركز 4 وضربت وجابت نقطة، النقطة 12. مريم ثروت على الإرسال رقم 15، معد الفريق رقم 2 مع دعاء محمد مرة ثانية، استقبال وضربة ساحقة وبريسنج كده ملعوب من مليكة، والكرة ما زالت سجال ما بين الفريقين، ومحاولة مرة ثانية نادى وليد، يا نادى. جت في ايدي نادى وليد وخرجت بره الملعب، ونقطة لنادي الزمالك. 19 الزمالك، 12 الأهلي، نفس التغيير أهو. 24 داخلة تاني داليا هنا سند، وخارجة سابين حسن عادل. على الإرسال 24 هنا سند، دي معد الفريق برضو مع دانا شوقي مرة تانية. برافو برافو مي غزال، يا مي غزال، يا مي يا مي. ونقطة النادي الأهلي، النقطة 13 اهي، طالعة وضربة. على الإرسال دعاء الغباشي رقم 4، إرسال من أعلى، استقبال، إعداد، ومضرب ساحق من النادي الأهلي، ودفاع من مريم ثروت، وضرب خلفي من دعاء الغباشي مرة تانية، ومحاولة دفاع عن الملعب من لاعبات النادي الأهلي، ومريم بتضرب ودعاء الغباشي بتضرب
وضربت رقم 22 كارينا وجابت نقطة 14 الأهلي أهي كارينا طلعت وضربت الكورة كانت جاية فريق العسكراني كانت داخلة معاه ولكن نقطة للنادي الأهلي 14 الأهلي 19 الزمالك. إرسال دعاء الغباشي ومحاولة يجي في مريم وليد وتنزل ملعب النادي الأهلي ونقطة النقطة 20 الزمالك 14 الأهلي. مليكة على الإرسال البرازيلية المحترفة في صفوف نادي الزمالك رقم 5 تلعب إرسال من أعلى خارج الملعب خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي 15 الفارق نزل إلى 5 نقاط في تغيير أهو آية خالد خارجة ونزلت جارسيا رقم 5 اللي كانت خرجت ونزلت مكانها آية خالد. الإرسال مع مي غزال على الإرسال يلا يا مي تاخد نفس وهتلعب الإرسال إرسال من أعلى مع الوزن استقبال نادي الزمالك ومحاولة ونقطة لنادي الزمالك نقطة 21 أهي طالعة آية مي غزال عشان تجيب الكورة وقعت ولفت وكان هتصطدم بزميلتها ولكن نقطة وطبعا لاعبات النادي الأهلي لازم نلعب لازم نستمر عشان احنا خدنا الشوط الاولاني محاوله مره ثانيه وحائط صد ونقطه لنادي الزمالك النقطه 22 حائط صد من المحترفتان بالنادي الاهلي كارينا وكارسيا ونقطه للنادي النادي الزمالك وعلى ارسال فريده العسقلاني رقم 12 تلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد مريم ثروت وجارسيا بتضرب يا ولد نقطة للنادي الأهلي يلا يا يلا يلا مي غزال آية الشامي بتلعب إرسال بتضيع آية نعدي بس يا جماعة نعدي 23 الزمالك 16 الأهلي وقت مستقطع طلبه كابتن حمدي الصافي اكيد ده التاني طبعا كابتن منى مكاوي اكيد هتبص له وتقول له اتنين و16 النادي الاهلي 23 الزمالك وادي لاعبات النادي الاهلي طبعا الكابتن حمدي الصافي مش عاجبه الاداء لازم نلعب وهم دول كل اللاعبات اللي عنده مفيش اوراق اعتقد بره هيدفع بيها تاني والإرسال مع نادي الزمالك 23 الزمالك 16 الأهلي دعاء الغباشي إعداد مريم ثروت وآية الشامي بتضرب ومحاولة مرة تانية من ندى وليد إعداد وجارسيا بتضرب ودفاع عن الملعب وبتعد الكرة بجر وكارينا عدت الكرة ومرة تانية لاعبات نادي الزمالك وآية وادي آية الشامي وقعت كده وبتدافع عن الملعب ونقطة لنادي الزمالك. 24 الزمالك 16 الأهلي. الإرسال مع دينا شوقي على الإرسال ومحاولة مرة تانية ونقطة للنادي الأهلي. جات في ركبتها جارسيا وهي طالعه تقريبا خبطت في حائط الصد او الحامل الحديدي بتاع الشبكه سبعتاشر الاهلي 24 الزمالك واكرينا على الارسال إرسال من أعلى استقبال نادي الزمالك ومحاولة مرة تانية من مريم متولي والنقطة 25 وينتهي هذا الشوط لصالح نادي الزمالك 25
17 ونروح لفاصل ونرجع للشوط الثالث بإذن الله. مع حضراتكم في الشوط الثالث في مباراة الكرة الطايرة، قمة الكرة الطايرة في كأس مصر، نهائي كأس مصر بين فريقي النادي الأهلي اللي هيبقى على إيدك اليمين ونادي الزمالك اللي هيبقى على إيدك اليسار. نادي الأهلي بفلينته الحمراء ونادي الزمالك بفلينة مختلفة اللي هي الزرقاء. وأمام حضراتكم شاشة قناة النادي الأهلي، والتعادل في الأشواط 25-23 الأهلي، الشوط الثاني 25-17 للنادي الزمالك. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذا الشوط وهذا اللقاء، ونعوض الشوط اللي فات. وأمام حضراتكم على إيدك اليمين لاعبات النادي الأهلي: آية الشامي رقم 1، جارسيا رقم 5، دعاء الغباشي اهي بتشجع اللاعبات، وندى وليد رقم 7 ليبرو الفريق، مي غزال رقم 14، كارينا كاسو رقم 22، وادي رقم 4 دعاء الغباشي على الارسال. ارسال تشكيل نادي الزمالك، لعب الكابتن احمد فتحي تشكيل هنا ساند رقم 24، ودانا شوقي رقم 18، فريد العسكراني رقم 12، وايصل نديم رقم 7، ومليكة رقم 5، ومريم متولي رقم 4. ونقطة لنادي الزمالك، النقطة الأولى. لاعبات النادي الأهلي محاولات كده، عايزين بقى نخلي بالنا كويس بداية الشوط الثالث من الأخطاء اللي كنا بنقع فيها في الشوط اللي فات عشان ما نكررهاش، عشان نحاول ناخد هذا الشوط إن شاء الله لصالحنا والشوط اللي جاي لصالحنا. إرسال استقبال النادي الأهلي، إعداد وضرب صاعقة من مي غزال سريع، دويت دعاء محمد ومي غزال سريع من مركز 3، تسلم ايديكي يا مي، ورايحة على الارسال مي اهي، بص طالعة سريع من مركز 3 وبتضرب 1-1. مي غزال على الارسال، يلا يا غزال، ارسال من اعلى، استقبال اعتاد، ده هنا سند ومحاولة ونقطة للنادي الاهلي اهي، جارسيا ونجيب النقطة الثانية، 2 الاهلي 1 الزمالك. اهي في الاعاده طالعه جارسيا حائط صد هي وكارينا، وبيجيبوا نقطه التقدم، 2 الاهلي 1 الزمالك. الارسال مع مي غزال، كلاكيت تاني مره، يلا يا مي، ارسال من اعلى، استقبال زملكاوي، اعداد ومحاوله لتعديه الكره من مليكة مره تانيه، وحائط صد، قلنا نخلي بالنا من الضارب، طالعه تضرب جارسيا يبقى لازم نغطي، اهي طالعه ودعاء عدت لها الكوره، ولكن الكوره جت في جارسيا وبتبقى بتنزل ملعب النادي الاهلي وبتبقى نقطه لنادي الزمالك. التعادل 2-2. ارسال من النادي الزمالك، استقبال الاهلي، اعداد دعاء، وايه تلعب فوق حائط الصد، ولكن ترجع الكوره مره ثانيه وبتضرب العسقلاني كده ضربه اهي، لا مش العسقلاني، دي هنا سند، تضرب من مركز 3 ونقطه التقدم لنادي الزمالك، 3 الزمالك 2 الاهلي. استقبال الاهلي، محاوله من لاعبات نادي الزمالك لرد الكره، ولكن لاعبات الاهلي مره ثانيه، قلنا حائط الصد، حائط الصد، خلي بالنا يا جماعه هيفرقوا عننا كده، بص كارينا طالعه، يبقى انا خلي بالي من الكوره هتنزل، يلا معلش يا دعاء، يلا 4 الزمالك 2 الاهلي. دانا مايا ممدوح على الارسال، مايا استقبال من النادي الاهلي، 16 ايه خالد، وادي كارينا بتضرب نفس الخطا ونفس اللعب، حائط صد ومفيش تغطيه على الضارب يا جماعه. اهي بص طالعه، نخلي بالنا نخلي بالنا طيب من الكره هتنزل يا جماعه.
5 الزمالك 2 الاهلي. استقبال دعاء ومحاوله من دعاء محمد، دعاء الغباش ودعاء محمد، ولكن خارج الملعب والنقطه الثابته لنادي الاهلي. وتغيير اهو 11 نازله، ساره امين مكان ساره امين. مكان دعاء محمد، والارسال من اعلى من نادي الزمالك، ضايع الارسال. وزين العالمي رقم 10 على الارسال رقم 1 آية الشامي. يلا يا آية، استقبال اعداد ومحاولة وضرب صاحب قوي ندى وليد. استقبال مرة تانية آية الشامي، بتعدي مريم مريم ثروت وحائط صد. مرة تانية اهو ضربت آية ودفاع عن الملعب، يعني ضربت في نفس الوقت ونزلت دفعت. محاولة مرة تانية، نقطة نقطة لخالي رنا كابتن حمدي الصافي، دفع بكل اللاعبات اللي موجودة عنده. آية خالد نزلت، زينة العالمي نزلت، ومريم ثروت اللي هي المعد التاني. 7 الزمالك، وقلنا وقت مستقطع لنادي الاهلي، طلبوا كابتن حمدي الصافي. 7 الزمالك 3 الاهلي. كورتين ورا بعض في الضرب الساحق ومفيش تغطيه عليه من مركز 4، من مره كارينا ومره ايه. وادي لاعبات النادي الاهلي، وادي الكابتن حمدي. الإرسال مع نادي الزمالك، 7 الزمالك 3 الأهلي. مريم متولي، استقبال الأهلي، إعداد دعاء وضربة ساحقة خارج داخل الملعب. نقطة نقطة للنادي الأهلي، النقطة الرابعة، بقينا فارق 3 نقاط خلاص أهو. يلا اهي طالعه وضربه، زين العالمي خارج الملعب، ولكن جت شبكه تاتش حد من لاعبات نادي الزمالك. زين العالمي رقم 10 على الارسال، استقبال اعداد كارينا، ومحاوله مره ثانيه، هوب ضربه ساحقه من زين العالمي، عملت دربكه شويه في نادي الزمالك. مره ثانيه دعاء محمد، وبتلعب خلفي ايه خالد، ولكن حاط الصد الزملكاوي بيجيب النقطة الثامنة. 8 الأهلي 4 الزمالك. 8 الزمالك 4 الأهلي. إرسال زملكاوي، استقبال ندى وليد، إعداد مريم، ومحاولة مرة ثانية. خلي بالنا يا جماعة شوية، نقطة لنادي الزمالك، النقطة التاسعة. الإرسال مع نادي الزمالك، 22 داليا المرشدي، إرسال من أعلى وتلعب الكرة كده العسقلاني، تستغل الفرصة وتطلع على الشبكة تاخد نقطة، النقطة العشرة. 10 4 10 الزمالك 4 الأهلي. والإرسال مع نادي الزمالك، 10 الزمالك 4 الأهلي. والإرسال مع نادي الزمالك، والاستقبال ومحاولة مرة تانية وحائط صد، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة الخامسة. 5 الأهلي 10 الزمالك
اهو طالعه وضربه ايه يا خالد وجت في حائط الصد، وما حدش يلم ورا حائط الصد، وتبقى نقطه للنادي الاهلي. ايه يا خالد على الارسال رقم 16. ايه بتلعب ارسال قوي خارج الملعب يا ايه. الارسال مع نادي الزمالك. هنا سند رقم 24 بتلعب ارسال من اعلى استقبال الاهلي اعداد وضرب خلف من زين العالمي مره ثانيه استقبال الاهلي اهو ومحاوله من ساره امين مره ثانيه استقبال الاهلي آية الشامي اعداد وضرب سحق ودفاع عن الملعب من مي غزال في نفس التوقيت يا جماعه، ولكن الكره ردت تاني ونقطه لنادي الزمالك. والاهلي اهي طالعه مي غزال اهي من دعاء محمد اعداد ودفعت عن الكره مره تانية، ولكن الكره خرجت ما فيش حد يلحقها تاني من اللاعبات بتاعه النادي الاهلي. 12 الزمالك 5 الاهلي. ارسال استقبال اعداد دعاء وضربه صحيح ومحاوله من زين العالمي ولكن ما ضربتش ولعبت الكره سهله مره ثانيه دعاء لزينه ويلا ونقطه فعلا ساره امين المره دي. ساره امين رقم 11 اهي طالعه ساره من اعداد دعاء ونقطه للنادي الاهلي النقطه 6. دعاء محمد معدة الفريق على الإرسال. دعاء على الإرسال استقبال من الزمالك إعداد وضربة ومحاولة من مليكة. أدي لاعبات النادي الأهلي ضرب خلفي من زين العالمي ومحاولة لتصعيبه دفاع الزمالك مرة تانية أهي زين العالمي بتضرب ومحاولة مرة ثالثة وحائط صد جميل من لاعبات النادي الأهلي في مركز 2 آية الشامي ومي غزال ونقطة للنادي الأهلي النقطة 7. الفارق نزل إلى 5 نقاط والإرسال مع النادي الأهلي مع دعاء محمد ما زال الإرسال مستمر. إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي نادي الزمالك ومحاولة مرة تانية من زين العالمي إعداد وحائط صد يلا يا بنات آية الشامي بتنقذ الكورة والسارة مرة تانية نادي الزمالك مريم متولي بتشوط ومحاولة من آية الشامي يلا يا آية زين العالم اعداد دعاء وضربه ساحقه من ايه الشامي يلا يا ايه نقطه النقطه الثامنه ونزلنا الى 4 نقاط فارق اهي دعاء عدت خلف لايه وضربت ايه الشامي ونقطه اهي على الارسال دعاء محمد ما زالت يلا يا دعاء في وقت مستقطع طلبه كابتن احمد فتحي طبعا الحكم التاني طبعا بتتابع عملية نظافة الملعب طلبتها لاعبات الاهلي. انتهى الوقت المستقطع ودعاء محمد ما زالت على الارسال خدنا نقطتين ثلاثة ورا بعض
الاهلي 8 12 الزمالك. وعلى الارسال دعاء محمد. ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك، محاوله لتعديه الكره ودفاع عن الملعب من نادى وليد، والنقطه 13. دعاء محمد لعبت الكره فرجعت للخلف، محاوله من نادى وليد ولكن الكره خارج الملعب ونقطه للنادي الزمالك. 13 الزمالك 8 الاهلي. استقبال من مي غزال ومحاولة من مي غزال لإحراز نقطة مرة تانية زين العلمي، وإعداد خلفي ومحاولة من سارة أمين بتجيب النقطة رقم 9. 9 الأهلي 13 الزمالك. أهي سارة طالعة وتيجي في حائط الصد وتخرج وتبقى نقطة لنادي الأهلي. وراح سارة على الإرسال، أهي سارة أمين. استقبال من نادي الزمالك، مريم متولي اعداد ومحاوله من فريده العسقلاني ولعبتها بليسنج كده فوق حائط الصد وتجيب النقطه رقم 14. 14 الزمالك 9 الاهلي. فريده العسقلاني على الارسال. استقبال نادي الاهلي، سارة أمين ومحاولة من مي غزال لإحراز نقطة مرة تانية. كرة حائط صد، أحسن دفاع عن الملعب من دعاء محمد ومحاولة مرة تانية وضربة ساحقة تاتش بلوك من لاعبات النادي الأهلي. النقطة 15 لنادي الزمالك. هي ضربت وجت في إيد أعتقد آية الشامي وخرجت بره الملعب. في تغيير للنادي الاهلي، بقي دعاء محمد ونزلت مريم مت ثروت اللي هي رقم 15 اللي هي معد الفريق رقم 2 او الثاني. استقبال واعداد مره ثانيه ومحاوله من النادي الاهلي وبيضرب دفاع عن الملعب. وادي مرة ثالثة ندى وليد خلفي من زين العلمي وضربة ساحقة من لاعب من نادي الاهلي الزمالك مايا ممدوح. مرة ثانية ترد الملعب نادي الزمالك ودفاع عن الملعب من ندى وليد وتبقى خارج الملعب والنقطة 16. 16 الزمالك 9 النادي الاهلي. الإرسال مع النادي الزمالك، العسقلاني فريدة العسقلاني بتلعب من أعلى خارج الملعب والنقطة 10 للأهلي. عاوز يعمل تغيير أكيد حمد الصافي. مي غزال على الإرسال رقم 14. إرسال من أعلى، استقبال نادي الزمالك، إعداد وضربة ساحقة قوية. كور مفيش كور، كرات الملعب واقف عشان الكوره. الحكم الاول عمال يصفر بيقولوا هاتوا كوره. ارسال من نادي الزمالك مايا ممدوح. استقبال من نادي الاهلي زينه واعداد ومحاوله من فريق الاهلي اللي هو يقلل
الفارق، وفعلا النقطة 11، 11 الأهلي، 17 الزمالك، ورايحة إيه الشامي على الإرسال. أهو حاط صد أهو ونزلت ملعب نادي الزمالك. آية بتلعب إرسال من أعلى، استقبال، محاولة مرة تانية، خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطة 12 وقللنا الفارق إلى 5 نقاط. يلا خارج الملعب والنقطة 12. آية الشمع الإرسال، استقبال، إعداد، ومرة تانية دفاع ندى وليد. برافو برافو ندى. زينة العالمي طلع تضرب من مركز 4 ودفاع نادي الزمالك، محاولة مرة تانية، كرة سجال ما بين الفريقين، ومرة تانية آية الشامي بتلعب صوابع عايز تعدي الكرة. دفاع الملعب ندى وليد مرة تانية، وادي آية خالد، وادي طلع زينة العالمي، حاط الصد. برافو 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 يا زينة. النقطة رقم 13. اهي امام حضراتكم في الاعاده مره ثانيه، زينه طالعه ايه؟ طالعه وضربه وجت في حائط الصد ونزلت في ملعب نادي الزمالك. الارسال مع آية الشامي. ارسال من اعلى، استقبال وضربه ساحقه ومحاوله وخطا على النادي الاهلي. في خطا شبكه اعتقد.18 الزمالك، 13 الاهلي. استقبال، اعداد، مره ثانيه ومحاوله، ضربه ساحقه ونقطه لنادي الزمالك. 19 الزمالك، 13 الاهلي. استقبال، اعداد، محاولة مرة تانية ودفاع عن الملعب. مريم ثروت، زينة العالمي طالعة وتضرب ضربة ساحقة، ومرة تانية الملعب سجال. استقباله آية الشامي، اعداد زينة العالمي، هتضرب مي غزال من الخلف مرة تانية، وادي حائط صد النادي الاهلي خارج الملعب، ونقطة للزمالك. النقطة 19. اهي حاط الصد اهو خارج الملعب من مريم ثروت وآية خالد. وقت مستقطع طلبه طبعا الكابتن حمدي الصافي، طبعا باين على وشه طبعا النتيجه ومحاولات من اللاعبات لتقليل الفارق. انتهى الوقت المستقطع لطلبه الكابتن حمدي الصافي لمدته 30 ثانية. والإرسال مع نادي الزمالك، والنتيجة 20 الزمالك، 13 الأهلي. كل التركيز من ندى وليد ليبرو النادي الأهلي أمام حضراتكم. استقبال من مي، وإعداد، ونزينا العالمي محاولة مرة تانية، الكرة ما زالت في الملعب. استقبال مرة تانية وحائط صد في دفاع عن الملعب، وضربه ساحقه مره ثانيه ندى وليد، وزينه العالمي بتضرب، ونقطه للنادي الاهلي. النقطه 14. 14 الاهلي، 20 الزمالك. اهي طلع زينه العالمي بتضرب. والارسال مع زينه العالمي. زينة على الإرسال، تلعب إرسال من أعلى، استقبال، إعداد، وضربة ساحقة، بكده بتلعبها بليسنج كده مليكة المحترفة.
وبتجيب منها نقطة نقطة 21. الإرسال مع الزمالك، محاولة من ندى وليد، ولكن محاولة يعني كانت كويسة ولكن ما كملتش وما لحقتش الكورة. الإرسال مع سابين حسن عابد رقم 11، تلعب إرسال من أعلى، استقبال ندى وليد، إعداد وسارة أمين. يا جماعة نخلي بالنا من حائط الصد والتغطية على حائط الصد، أهو أدي وتغطية على الضارب وطالعة سارة، يبقى لازم نغطي عليها. واحد وعشرين، اتنين وعشرين الزمالك، 14 الأهلي. ندى وليد، إعداد مريم ثروت، وضربة ساحقة من آية خالد مرة تانية، ونقطة من سارة أمين بتجيب النقطة 15. آية خالد على الإرسال رقم 16 من النادي الأهلي، 15 الأهلي النتيجة، 22 الزمالك. استقبال نادي الزمالك، إعداد ومحاولة مرة تانية، النقطة 23، النقطة 23. هنا سند 24 على الإرسال، تلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد الأهلي، وضربة ساحقة من زين العالمي، حائط صد قوي مرة تانية، حائط صد من الأهلي قوي، إعداد مرة تانية وحائط صد طالع، ومحاولة مرة تانية آية خالد وآية الشامي، نقطة. يا جماعة نخلي بالنا، ده كورة سهلة خالص، كورة سهلة. 24 الزمالك، 15 الأهلي، اهي كرة سهلة جدا. الإرسال مع الزمالك، 24 الزمالك، 15 الأهلي. إرسال من أعلى، زين العالمي ومريم ثروت، ولكن خارج الملعب، والنقطة 25، وينتهي هذا الشوط الثالث لصالح نادي الزمالك 25-15. وإلى فاصل ونعود في الشوط الرابع مع حضراتكم. مع حضراتكم قناة النادي الأهلي ولإذاعة مباراة الكرة الطايرة، قمة الكرة الطايرة في للسيدات بين فريقي النادي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بلاي أوف، المباراة الأولى بمجمع صالة الألعاب بمدينة 6 أكتوبر وصالة وزارة الشباب والرياضة. وعلى إيدك اليسار النادي الأهلي بزي الفانلة الحمراء، ونادي الزمالك على إيدك اليمين بالفانلة السمراء أو الزرقاء. وأمام حضراتكم ويحكم هذا اللقاء ناصر حمدي ومنى مكاوي، وعلى إيدك اليسار لاعبات النادي الأهلي، جارسيا رقم 5، 4 رقم 1 آية الشامي، ندى وليد رقم 2 ليبرو الفريق، آية خالد رقم 16، 22 كارينا أكاسو محترفة من بوتريكا، 10 زينة العالمي، 5 جارسيا زي ما أنا قلت لحضراتكم، 20 دعاء محمد معيد الفريق. طبعا هو نزل تشكيلة أو يعني تشكيلة اللي انتهى بها الشوط اللي فات، غير تشكيلة طبعا، دفع بجارسيا ودفع بأكينا تاني مرة تانية كارينا. ونشوف الإرسال مع نادي الزمالك، مليكة لاعبة نادي الزمالك المحترفة من البرازيل، ومريم متولي 4، وفريدة العسقلاني 12، ودانا شوقي 18، وداليا المرشيدي 22، وهنا سند 24. ومحاولة، وادي النقطة الأولى للنادي الأهلي، يلا يلا الأولى والشوط الرابع.
وتقدم فريق نادي الزمالك في الشوطين الثاني والثالث، والاهلي متقدم في الشوط الاول، يعني النتيجه 2-1 لصالح نادي الزمالك اهو. وادي نقطه، ومريم متولي ما لحقتش تلعب الكوره، جارسي على الارسال رقم 5 من النادي الاهلي، استقبال نادي الزمالك، اعداد، محاوله مره ثانيه من فريد العسقلاني، وضربه ساحقه دفاع عن الملعب. يلا ما نضيعش بقى ولا كوره ولا ارسال ولا حائط صد ولا ضربه ساحقه، ونحاول نتعادل الشوط ده عشان نلجا للشوط الخامس ونفوز بهذا اللقاء. مره ثانيه ومحاولات ودفاع عن الملعب، والكوره ماشيه ما فيش فيها حاجه، والحكم ممشي الكوره. ودي مره ثالثه وحائط صد ناجح من ايه الشامي. يلا يا ايه، هي ويا خالد، وبنجيب النقطه الثانيه للنادي الاهلي اهي. ايه الشامي وايه خالد طالعين مع بعض، وحائط صد وجت في ايد ايه الشامي، وتنزل ملعب نادي الزمالك والنقطه الثانيه، ويتقدم الاهلي 2-0 الزمالك. الارسال مع جارسيا، ارسال من اعلى، استقبال الاهلي، اعداد الزمالك، وضربه ساحقه ومحاوله خارج الملعب، نقطه لنادي الزمالك، تاتش تاتش بلوك، هنشوفها في الاعاده لو في اعاده. ارسال من اعلى العسقلاني، فريد العسقلاني، استقبال النادي الاهلي، اعداد، دعاء خلفي لايه. يلا يا ايه، محاوله الدفاع ومليكه من خلفيه من نادي الزمالك، ونقطه نقطه نقطه لنادي الزمالك، نقطه التعادل اهي. محاوله كده، ولكن رقم 22 المحترفه من، لا مش محترفه، ده داليا المرشدي من نادي الزمالك، بتجيب نقطة التعادل 2-2، الأهلي الزمالك أو الزمالك الأهلي. والإرسال معنا الزمالك، فريد العسقلاني، إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، إعداد، دعاء، وبتضرب زينة العالمي، ومحاولة، ولكن كورة خارج الملعب. 3 الزمالك، 2 الأهلي. ارسال من اعلى، استقبال اهلاوي، يلا يا يلا يا زينه، ادي يلا دعاء زينه. يا جماعه نخلي بالنا من التغطيه على الضارب، قلنا كذا مره اهي، زينه طالعه تضرب، انا خلي بالي بقى الكره ممكن ترجع في اي وقت، فانا استقبل الكره واعد الكره تاني. 3 الزمالك، 2 الاهلي. العسقلاني على الارسال، استقبال النادي الاهلي، ومحاولة مرة تانية من زينة انها تجيب نقطة خارج الملعب. 4 الزمالك، 2 الاهلي. ووقت مستقطع، طلبوا اكيد الكابتن حمدي الصافي عايز يهدي اللعيبة ويديهم تعليمات عشان الاخطاء اللي واقعين فيها، هو بيكلم زينة وبيكلم دعاء اهو. نزلوا ارض الملعب لاعبات النادي الاهلي اهم، ايا خالد، دعاء محمد، ايا الشامي، زينه العالمي، كارينا اكاسيو المحترفه، وندى وليد الليبرو الفريق. ما زال الارسال مع فريد العسقلاني، استقبال النادي الاهلي، ومحاوله ونقطه للنادي الاهلي، ايه خالد. ايه خالد النقطه الثالثه اهي، طلع ايه خالد سريع من دعاء، من رفع الدعاء، ونقطه ونقطه للنادي الاهلي. 3 الاهلي، 5 الزمالك، والارسال مع النادي الاهلي، يلا يا ايه يا شامي، تلعب ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وضرب سريع ومحاوله من لاعبات النادي الاهلي اهو، زينة العالمي، والنقطة النقطة الرابعة، ضربة ساحقة وخارج الملعب من حائط صد الزمالك، تبقى نقطة للنادي الاهلي، النقطة الرابعة. 4 الاهلي، 5 الزمالك، يلا. ايا الشمع الارسال، استقبال النادي الاهلي، اعداد، وضربة ساحقة، مريم متولي.
نخلي بالنا من ضربات مريم متولي بالذات بتبقى قويه. ستة الزمالك، أربعة الأهلي. مايا ممدوع على الإرسال، استقبال النادي الأهلي ومنادى وليد، وآية الشامي بتلعب ضرب خلفية مرة تانية، محاولة ولكن استمرار اللعب ومحاولة للدفاع عن الملعب من لاعبات النادي الأهلي. بتعدي الكرة ندى وليد أهي، استقبال نادي الزمالك وضربة ساحقة من مليكة ما بترحمش دي أهي. سبعة الزمالك، أربعة الأهلي. مايا مندوع على الإرسال، استقبال النادي الأهلي، زينة العالمي، دعاء محمد، وبتضرب لاعبة النادي الأهلي كارينا، ولكن ضعيفة في الضرب. المحاولة مرة تانية والنقطة الثامنة يا جماعة. ثمانية الزمالك، أربعة الأهلي. بص لعبة كورة بليسنج كده فوق حائط الصد. إرسال نادي الزمالك، مايا ممدوح، استقبال آية خالد، مرة تانية بتعدي الكورة زينة العالمي، بجر الزمالك وضربة ساحقة من مريم متولي في دفاع عن الملعب من الأهلي مرة تانية. ضربة خلفية يا آية يا آية. تسعة الزمالك، أربعة الأهلي. نخلي بالنا من الكرات دي يا جماعة، نخلي بالنا شوية. نزلت رقم أربعة دعاء الغباشي مكان زينة العالمي. استقبال كارينا، إعداد دعاء، وآية بتضرب آية الشامي، ومحاولة مرة تانية ولكن دي ضعيفة الضربة دي. دعاء وضربة ساحقة من دعاء الغباشي وبيجيب نقطة. إعداد من دعاء محمد أهي، عدى من مركز ثلاثة وطلع دعاء الغباشي وضربة، ضربة ساحقة قوية وبتجيب نقطة، النقطة رقم أربعة. إرسال دعاء الغباشي النادي الأهلي، استقبال وإعداد ومحاولة من لاعبات النادي الأهلي دفاع عن الملعب أهو. دعاء محمد مرة تانية، إعداد. نخلي بالنا يا آية، هم بدأوا يضربوا على آية، حسوا إن آية تعبت بقى، بقالها أربع أشواط بتلعب وبذل مجهود بدني قوي. عشرة الزمالك، خمسة الأهلي. استقبال ندى وليد، دعاء طالعة ضربة كارينا ولكن مرة تانية آية. يلا يا آية، ضربة خلفية تيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب، والنقطة 11. 11 الزمالك، خمسة الأهلي. استقبال إعداد مرة تانية أهو، محاولة مرة تانية لاعبات نادي الزمالك، ونقطة للنادي الأهلي، والنقطة ستة. ستة الأهلي، 11 الزمالك، الفارق خمس نقاط، مش كتير يعني. آية خالد على الإرسال، آية خالد تلعب إرسال من أعلى مع الوزن، إعداد، محاولة مرة تانية، تغطية على حائط الصد يا أولاد. مرة تانية لاعبات نادي الزمالك تلعب الكورة سهلة وتيجي في نص ملعب النادي الأهلي. 12 الزمالك، 6 الأهلي. أهي بص طلع رقم 22 دي من نادي الزمالك اللي هي داليا المرشدي ولعبها سهلة
في تغيير في نادي الزمالك، سمير حسن 11 نازله وطلع 22 اللي هي داليا المرسلي. ارسال مع سمير حسن 11 جارسيا بتضرب ومحاولة مرة تانية وتلعبها وبتجيب نقطة منها كده وحسبها عليها عشان شايلة الكورة أكيد أهو. بص أيوة ولا لمست الشبكة. 13 الزمالك 6 الأهلي. اعداد نادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه عشان نقلل الفارق شويه وضربه ساحقه ومحاولات مريم ثروت وبتضرب ايه الشامي. ايه الشامي مش ظاهره في الشوط ده خالص، رهقت بدنيا يا جماعه. محاوله مره من جارسيا ولكن ما بتعديش الكوره ونقطه لنادي الزمالك. النقطه 14 14 6 فارق كبير لازم نعوض. استقبال نادي الاهلي، مريم ثروت ضربه ساحقه من كارينا مره ثانيه وحائط صد. محاوله مره ثانيه من ندى وليد. مريم متولي مريم ثروت بتعد وجارسيا بتجيب نقطه او محاوله للحصول على نقطه. اهي طالعه اهي مريم ثروت معده نزلت مكان دعاء محمد والنقطه السبعه. سبعه الاهلي 14 الزمالك. وندى ومريم ثروت على الارسال رقم 15. استقبال نادي الزمالك وكره بتيجي في دفاع ندى وليد وتبقى خارج الملعب والنقطه ال 15. أنا بقول لكم البرازيلية دي عاملة شغل من نادي الزمالك. يلا يلا لسه بدري. 15 7 15 الزمالك 7 الأهلي. إرسال من أعلى استقبال إعداد ومحاولة من كارينا ولكن خارج الملعب. يا كارينا نركز شوية نركز يا جماعة. النقطة 16 16 7 في فرق سكور 9 نقاط. حائط صد نجح من النادي الاهلي كارينا وجارسيا وبيجيب النقطة الثامنة. الإرسال مع النادي الأهلي 7 الأهلي 16 الزمالك. جارسيا على الإرسال 8 يا جماعة 8 الأهلي 8. نقطة النادي الزمالك النقطة 18 نقطة 17. سبعتاشر الزمالك 8 الاهلي. ارسال حول مرة تانية من ايه الشامي. يلا يا ايه. وادي مريم متولي وحائط صد ناجح من الاهلي ايه الشامي وجارسيا والنقطة 9 9 الاهلي 17 الزمالك. وعلى الارسال جارسيا محترفة من بورتوريكو رقم 5. ارسال من اعلى استقبال مرة تانية دفاع عن الملعب. مريم بتعد خلفي لآية. يلا يا آية برافو برافو يا اخطبوط. فينك يا اخطبوط
النقطة العاشرة، 10 الأهلي 17 الزمالك. والإرسال مع جارسيا. تيجي في الشبكة ونقطة لصالح نادي الزمالك، النقطة 18. 18 الأهلي 10 الزمالك. إن شاء الله بكرة غدا إن شاء الله برضو هتقام المباراة الثانية في نفس الميعاد 9 مساء بصالة الشباب الرياضة بأكتوبر، المباراة الثانية في البلاي أوف. هنشوف الشوط ده هيسفر عن إيه. وادي آية الشامي ومحاولة خارج الملعب، ونقطة، نقطة للنادي الأهلي. هي جت في حائط الصد أهي وبره الملعب. الإرسال مع الأهلي، آية الشامي 11 18 والإرسال، وضربة ساحقة ومحاولة ندى وليد وتعدي كارينا مرة تانية. نقطة للنادي الأهلي. آية خالد حائط صد فردي. يلا يا جماعة، 12 12 الأهلي 18 الزمالك. وقت مستقطع، طلب الكابتن أحمد فتحي وشاف إن هو خسر نقطتين ثلاثة، فعايز يعني يشوف إيه الأخطاء. وكابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الأهلي وجهازه المعاون بكرة في مباراة تانية طبعا. 12 الأهلي 18 الزمالك. والإرسال مع النادي الأهلي، آية الشامي على الإرسال. إرسال من أعلى، استقبال مرة تانية، ضربة ساحقة ومحاولة من لاعبات النادي الأهلي لإدراك التعادل وتقليل الفارق مرة تانية. وآية الشامي، برافو يا آية، ما لحقتهاش مريم ثروت. والنقطة 19. اهي آية ومريم جريت وراه ولكن ما قدرتش تلحقها. استقبال كارينا مريم ثروت، وآية خالد بتضرب، برافو يا آية. عندنا اتنين آية خالد وعندنا اتنين دعاء، آية خالد وآية الشامي، دعاء الغباشي ودعاء محمد. النقطة 13 للنادي الأهلي، 13 الأهلي 19 الزمالك. والإرسال من أعلى، استقبال مرة تانية ومحاولة وحائط الصد وندى وليد، إعداد خلفي. يلا يلا يا كارينا، نقطة 13، النقطة 14، 14 19، 14 الأهلي أهي. كارينا طالعة وإعداد خلفي وبتجيب النقطة 14. 14 الأهلي 19 الزمالك. وإرسال دعاء الغباشي، استقبال مرة تانية ومحاولة للدفاع عن الملعب ندى، وضربة ساحقة من كارينا ولكن لعبتها بذراع واحدة، دفاع عن الملعب ندى وليد تاني. نقطة للنادي الأهلي، النقطة 15، النقطة 15 يا جماعة. يلا يلا 15 الأهلي أهي، طالعة كارينا وضربة أهي جت في حائط الصد ونزلت ملعب نادي الزمالك. 15 الأهلي 19 الزمالك، أربع نقاط فارق، قللنا الفارق أهو. استقبال، إعداد وضربة ساحقة ومحاولة من دعاء، ومرة تانية أهي، ودفاع عن الملعب ودعاء الغباشي بتعدي مرة تانية أهو، ما زالت الكرة مستمرة. دعاء الغباشي يا برافو، برافو يا دعاء، ومحاولة مرة تالتة أهو. يلا أوه، نقطة، نقطة لنادي الزمالك، نقطة الـ20. برافو دعاء الغباشي،
يعني انقذت كذا كوره في دفاعها عن الملعب في المنطقه الخلفيه. الارسال مع نادي الزمالك 20 الزمالك 15 الاهلي. مريم متولي رقم 4. استقبال للنادي الاهلي، اعداد مريم ثروت هناك كده الكارينه رقم 22، برافو، ضربه ساحقه قويه خارج الملعب، والنقطه 16 للاهلي. يلا لسه يا جماعه لسه، يلا دعاء الغباشه عماله تشجع اللاعبات اهي، شايفينها على الشاشه حضراتكم. دعاء رقم 4 دعاء الغباشي لعيبه منتخب مصر للكره الطايره الشاطئيه. وعلى الارسال ايه خالد، يلا يا ايه، طبعا 4 نقاط سهلين مش كتير. ايه خالد على الارسال، يا ايه يا ايه، ارسال ضايع نقطه 21. استقبال دعاء الغباشي، اعداد مريم والجرارسيا بتلعب مره تانيه، كره مستمره، وادي مره تانيه كارينا اهي تضرب من مركز 4، محاوله كده ودفاع عن الملعب ندى وليد، مريم ثروت، يلا يا ايه، ايه تعبت، ايه تعبت، برافو يا ايه، انقذت الكوره اهي، يلا دعاء، يلا يا ايه عدي الكوره، عدتها ملعب نادي الزمالك مره تانيه، يلا نقطة 22. حائط صد اللي طلع معرفش يقفل الزاوية، جارسيا ومريم ثروت اهم طلعوا مع بعض، جت في ايد جارسيا وخرجت اوت وتبقى نقطة للنادي الزمالك. 22 الزمالك 16 الاهلي. استقبال دعاء الغباشي، اعداد ومحاولة من كارينا مرة تانية، وحائط صد من النادي الاهلي، برافو دعاء الغباشي، كارينا تضرب ولكن حائط صد يا جماعه، نخلي بالنا من الضرب. نقطة 23 23 16 لنادي الزمالك. والإرسال مع الزمالك. استقبال ندى وليد، إعداد مريم ثروت، محاولة من كارينا تعدي كرة بليسن كده وتجيب نقطة 17. 17 23 اهي باينة واضحة خالص من كارينا رقم 22 محترفة من بورتوريكو. ندى مريم ثروت على الإرسال، معدة الفريق رقم 15 بتلعب إرسال قوي. استقبال نادي الزمالك مرة تانية، نحاول ندافع عن الملعب، ندى وليد بتعد ويلا يا آية، حائط صد ولكن بتنزل ملعب نادي الزمالك والنقطة 24. آية الشامي تعبت يا جماعة طول الماتش، هي ضربت بس الضربة جت ضعيفة، جت في حائط الصد وليست فوق حائط الصد. 24 الزمالك 17 نقطة، وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء، ويبقى في فرصة إن شاء الله بكرة في ماتش بكرة نشوف بس النقطة دي أو الإرسال ده، ارسال من نادي الزمالك ويضيع نادي الزمالك والنقطة 18. الأمل ما زال قائما. الارسال مع كارينا رقم 22، كابتن حمدي الصافي طبعا شكله باين خالص على هذا اللقاء وعلى هذه النتيجة. يلا يا كارينا نجيب ايس حتى يا جماعة، ما شفناش ولا ايس في هذا اللقاء. دفاع عن الملعب آية الشامي، يلا يا مريم، يلا يا دعاء، ونقطة 19، يلا يا بنات، يلا عمالة دعاء اهي، دعاء الغباشي عمالة تقول لهم يلا يلا. 20 الأهلي 24 الزمالك. يلا يا كارينا، كارينا اكاسو محترفه من بورتوريكو رقم 22 لاعبه النادي الاهلي في مركز 4، بتلعب ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله والنقطه 25، وينتهي هذا اللقاء او هذا الشوط
بفوز النادي الزمالك 25-19 ويفوز النادي الزمالك 3-1. وإن شاء الله بكرة نقدر نعوض بكرة في مباراة باكر إن شاء الله نفس الموعد نعوض الخسارة دي 3-1 لنادي الزمالك، وكل الأمنيات لفريق نادي الأهلي إن شاء الله باكر بإذن الله نصحح الأخطاء ونعيد المباراة. ومع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.